مشاهدينا الكرام حياكم الله. إذن مع هواتف الآيفون لازلنا في مشاكل الآيفون. الهاتف أتى به يعني شخص يريد بيعه، فيعني لما طرحت الأسئلة هل هناك تغييرات على الهاتف، يقول أن الهاتف ليس به تغييرات. لكن أنا لدي طريقتي التي أتأكد بها هل الهاتف يعني اشتغل عليه وهل تغير فيه شيء أم لم يتغير. لهذا اليوم أنا أحذر وأعطي التحذيرات من قبل ومن بعد. هواتف الآيفون ليست كباقي الهواتف، سواء في الشراء أو في البيع والشراء أو في يعني عملية الشنج. هواتف الآيفون هي هواتف خطيرة تتميز بخطورتها التي يعني تكون على صاحبها بالندم أو الهلاك. إذن لنتأكد هل هذا الهاتف عليه تغييرات أم ليس هناك عليه تغييرات. أولا أنا أشتغل على الموقع المعروف الذي هو الإي تولز، هذا صراحة موقع جيد، سأريكم الموقع. إذن بروغرام الإي تولز هو هذا كما ترون. إذن هذا هو البروغرام، تم فتح يعني التطبيق، يعني أكبر الشاشة حتى يتضح الأمر، ثم يتم ربط كابل اليو اس بي الذي هو قادم من الحاسوب على الهاتف. جيد، إذن فورا يصعد لي الهاتف على البروغرام. نذهب إلى عرض تقرير التحقق. جيد، هنا تصعد النتائج، هل هذا الآيفون عليه تغييرات أم ليس عليه تغييرات. هذا صراحة وجد أنه يعني تم عليه 2 من التغييرات. التغيير الأول هو الباتري كما ترون، وتم تغييره يعني في تاريخ 27 شهر 8 2014، تم تغيير البطارية التابعة لهذا الهاتف. جيد، التغيير الثاني هنا كان على الكاميرا كما ترون، يعني فرونت كاميرا ماي بيشونج، يعني تم تغيير الباتري والكاميرا. إذن هذا ما ظهر لي، والعلم عند الله هل تم تغيير على بعض الأجزاء من قبل أم لا. وقد يكون هناك تغيير، لأن البروغرام لا يمكن أن يدرس يعني حتى الأجزاء على يعني الكاميرا التابعة للهاتف، لا يمكن أن تصعد هنا، لأن هذه التقنية تحتاج يعني بروغرامات متطورة جدا. هذا البروغرام هو بروغرام مجاني، ليس بذاك التطور المعروف. هناك بروغرامات يعني أقوى من هذا البروغرام، لكن هذه تكون بالدفع وليست غراتوي كما يتم تحميل هذا البروغرام، إنما هي بالخلاص أو بطريقة الدفع حتى تعرف هل فعلا تم التغيير على أجزاء الهاتف أم لا. إذن هذا هو البروغرام الذي يريكم هذه المعطيات الأولى لكل من يريد أن يشتغل في ميدان الآيفون أو يتم الدخول في تجارة الآيفون، وحياكم الله.